مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني. إذا أردنا أن نتكلم عن الفتنة لن نتحدث عن الأمر الظاهر، فتطبيع الدول منذ سنوات نعلمه من تحت الطاولة بل ويظهر من فوق الطاولة، وهذا أمر ظاهر للعيان ولا أحد يختلف فيه، تطبيعهم مع الكيان الغاصب مع الكيان الصهيوني. ولكننا نتحدث عن المشايخ، عن حملة الدين، عن الموقعين عن رب العالمين، عن الذين أمضوا سنوات وسنوات بدعوى أنهم يدافعون عن هذا الدين ويذبون التشوهات عن هذا الدين، بل وما زالوا إلى الآن يتحدثون باسم الدين وبأنهم تنويريين وتصحيحيين. وكنا نراهم سابقا مع القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني الغاصب، ضد أي كيان حتى لو كان أمريكا والصين ممن يقتل إخواننا المسلمين في كل مكان، فالكل سواسية في قتلهم للمسلمين ودماء المسلمين واحدة، لا فرق بين فلسطيني مسلم وصيني مسلم إلا بالتقوى، فدماء المسلمين واحدة. كنا نرى هؤلاء المطبلون سابقا يهاجمون الكيان الصهيوني لأن زعاماتهم كانوا ما زالوا تحت الطاولة، حتى إذا ظهروا فوق الطاولة وعبد العجل، كانوا مع دعاة العجل.